تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن فجر اليوم من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية بعدد من المدن، ويتعلق الأمر بكل من تمارة، صخيرات، تيفلت ومدينة طنجة. هذه العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه فيهم، وسنعود إلى الموضوع بالتفاصيل في نشراتنا اللاحقة طيلة اليوم.